خدي عليهم. اعمل بيها ايه وانا حاسه مع راسي؟ ايوه عليك، مش ابي قلت لخالك كده؟ خد اقرا يا جناب الافوكاتو. لسانك عامل زي القعربه. ايه اللي معاك دي؟ دي بندقيه. بندقيه ايه؟ عاجبك كده يا سيدي؟ نرد نقول له ايه؟ اهلا بيكم في مجلة الحياة، 24 اغسطس سنة 1945 ميلاد طفل السينما المصرية سليمان الجندي. اتعرف بادواره المتميزة بسرعة البديهة وحضوره وذكائه، كان بيعرف يتقمص اي شخصية ببراعة فدخل قلوب الجمهور وفضلت اعماله ليها مكانة مميزة عندهم. هنشارك معاكم السيرة الذاتية لي واهم الاعمال اللي شارك فيها، تابعونا. اتولد سليمان الجندي بحي شبرا، بدأ حياته الفنية وهو عنده 7 سنين. كان عنده 4 اخوات وهم جمال وعادل وفتحي والجندي، لكن توفوا بألمانيا وهم لسه شباب. شارك الفنان سليمان الجندي في اعمال مهمة جدا من افضل افلام السينما وحصلت على جوائز كتير، فتم وضع 6 افلام منهم في قائمة افضل افلام في تاريخ السينما المصرية، لدرجة انه لقب بطفل السينما المصرية، وبالرغم من ده ممثلش وهو كبير الا في ادوار قليلة. فيا ترى ليه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. من اول الاعمال اللي شارك فيها هو فيلم القسط حسن بطولة الفنان فريد شوقي وهدى سلطان. بعدها توالت اعمال وشارك في افلام منها رصيف نمرة 5، حميدو، شباب امرأة، وارض السلام، وغيرهم كتير من الأعمال، وكانت أعماله بأدوار الطفل الفكاهي الذكي. درس بمعهد السينما وشارك في بعض الأفلام وهو في مرحلة الشباب، منها فيلم أم العروسة مع عماد حمدي وتحية كاريوكا وهي والرجال مع لبنى عبد العزيز، وكان آخر فيلم ظهر فيه هو فيلم النصف الآخر سنة 1967. فبعد ما قدم سليمان العديد من الأعمال اللي ما زالت موجودة في عقول وأذهان الكتير من المشاهدين، إلا أنه قرر الاعتزال والابتعاد عن التمثيل لأن أعماله تم حصرها بأدوار الطفل وما فيش أي أدوار مناسبة ليه وهو في سن الشباب. وبعدها تزوج فتاة من شبرا واستقر في اسكندرية وفتح معرض للسيارات. فرحل طفل السينما المصرية عن عالمنا عن عمر يناهز 51 سنة، وساب وراه كتير من الأفلام اللي بتحيي ذكراه وما زالت تعرض أعماله حتى الآن. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. استنونا في فيديو جديد مع مجلة الحياة.